زميل صديق السيد البشير من ولاية النيل الأبيض على هذا التقرير. و يعني موضوع التنمية والازدهار في البلاد وغيره ما حكرا بس على المقيمين أو الساكنين أو غيره، أيضا اللاجئين وغيره من الناس ممكن تكون هي بسبب ظروف معينة، ظروف حرب وغيرها، بيحتاج ليكون في موضوع تنمية. صحيح. وموضوع إنهم هم يتعلموا صناعات، يتدربوا على حرف معينة، لأنه ده بيخليهم ما يبتعدوا عن نطاق خط الفقر، وبخليهم كمان يتعلموا أشياء جديدة ويكونوا برضو ما في أي محرومية. يعني موضوع اللاجئين موضوع كبير جدا يا حمزة، يعني يحتاج لتدخلات تشبيك سواء كان من المنظمات بتاعت المجتمع المدني الموجودة في السودان أو المنظمات العالمية اللي بتساعد إن هم يكونوا منتجين في الأساس. يعني لو كان جاهز معنا أستاذ عثمان أحمد بلال مدير منظمة هوب سودان بالنيل الأبيض للحديث أكثر عن هذه المشروعات التنموية ممكن تخدم اللاجئين بصورة كبيرة جدا بتخلوهم منتجين في المقام الأول. صباح الخير. صباح النور أستاذ عثمان، كيف حالك؟ الله يديكم العافية ولمشاهدينكم. نعم، كيف أولا كيف الأجواء بالنيل الأبيض عموما؟ والله كل المناطق في النيل الأبيض بتجهز للزراعة العروة الصيفية والزراعة المطرية. نعم أستاذ عثمان أحمد بلال مدير منظمة هوب سودان بالنيل الأبيض، بداية حدثنا عن المنظمة، أهدافها وفكرتها. المنظمة بتعمل في 5 قطاعات، القطاع الأول سبل كسب العيش والأمن الغذائي اللي هو عن طريق التدريب المهني والزراعة، وبتشتغل في مجال المياه وصحة البيئة، الصحة والتعليم، وفي مجال بناء السلام. أها أستاذ عثمان، يعني إحنا ذكرنا إنه النيل الأبيض جنوبا الآن بتتجه للتحضير أو تم التحضير لزراعة الذرة، يعني فكيف ممكن نحن نشرك اللاجئين في معسكرات اللجوء في النيل الأبيض في عملية الزراعة؟ يعني هل أنتم بتوفروا لهم مشاريع معينة ولو بيكونوا عبارة عن عمال يعني معاكم في المشاريع دي؟ بالنسبة للمشروع، هو مشروع عام تقديم خدمات للمجتمعات المضيفة والعائلين واللاجئين. فيما يتعلق بالزراعة، المستفيد الأكبر هم المجتمعات المضيفة، لأنه هم عندهم أراضي زراعية وكمية كبيرة. واحدة من الخدمات الثانية عندها علاقة بالتدريب المهني والأعمال الصغيرة، هم بكونوا فيها اللاجئين برضو بأعداد يعني متساوية مع المجتمعات المضيفة. فيما يتعلق بالزراعة، اللاجئين هم بيزرعوا حول المعسكر بتاعهم أو المنطقة بتاعتهم في مساحات ذرة، بيزرعوا زراعة مطرية اللي هي ذرة بامية. يعني يا دكتور، الدعم للتقاوى وغير من مستلزمات الانتاج، هل بتجي من ضمن المنظمه ولا في شراكات اخرى في المحيط بتاع الولايه يعني؟ طبعا المشروع هو كله بشراكه مع اخواننا برنامج الامم المتحده الانمائي. كل المدخلات او غالب المدخلات ممكن تصل ل 90% من المدخلات بتجي من ضمن المشروع الممول بشراكه مع برنامج الامم المتحده. جميل. طيب بالنسبه من المعدات، من الجاد، مدخلات الزراعه، كل تفاصيل الانتاج اكيد المجهود مع المزارعين. نعم، جميل. طيب ما بين التدريب وما بين الزراعه، يعني اختيار المزارعين والمتدربين اللي هيكونوا في التدريب، يعني في اختيار لهم بالنسبه لهم ولا الاختيار بيتم كيف؟ يعني بالنسبه لانه شخص يكون متدرب وشخص يكون مزارع، هل من انفسهم ولا عن طريقكم انتم؟ يلا عبر المشروع ذاته، في لجان تكونت لها سنين في نعم. كل المجتمعات دي، في مدنية إدارة المجتمع، مدنية إدارة المجتمع دي من المجتمع بنقعد معاهم مثلا في المجتمع المضيف، بنديهم المعايير بتاعت اختيار المستفيدين، هم بيختاروا المستفيدين على حسب العدد المتوفر عشان نحن ندعمه. بنفس الطريقة مع أخواننا كور، إدارة كور اللي هم مفوضية اللاجئين، مع اللاجئين بنقعد معاهم وهم ذاتهم
بيقعدوا مع شيوخ المعسكر بيختاروا الناس المستفيدين سواء كان للمساحات الصغيره اللي ممكن يزرعوها اللاجئين حول المعسكر او للاعمال الصغيره او التدريب النهائي. فنحن بننسق ونبغى اجسام معانا في المشروع وعبر لجان مجتمعيه عندها تجربه كبيره في اختيار المستفيدين وفق المعايير ان احنا بنضعها مع بعض. طيب استاذ عثمان، دائما الدعم للاجئين بيجي من المنظمات، سواء هذه المنظمات منظمات مجتمع مدني او منظمات عموما دوليه لديها اهتمام جدا بالانسان. يعني لو تكلمنا عن عمليه الانتاج، احنا عايزين نتخطى شويه كده من مرحله انه ندعم لمرحله انتاج من قبل اللاجئين الموجودين في معسكرات اللجوء. يعني احنا ما عارفين متى يعني هم يستقروا يعودوا طواعية الى مناطقهم، يعني فعايزين شنو من المهن الحية اللي هم بيساعدهم في كسب العيش الحلال يعني وتخليهم يكونوا منتجين على طول يعني. بالنسبه للاجئين ممكن يكون الزراعه حتى لو في مساحه صغيره ممكن ينتج منها بشكل اكبر. المنظمه السنه الاولى هي بتجيب لك التواريب المحسنه، فنحن بندربهم على اساس انه يمسكوا التواريب بنهايه السنه عشان يزرعوا للمره الثانيه عشان يعملوا دورات للمرات الثانيه. برضو في اعمال ثانيه عندها علاقه بالتدريب المهني زي صيانه التوك توك، زي صناعه الصابون، وصناعه الصابون الفتره الاخيره هي عندها علاقه حتى التدابير غسيل اليد للوقايه من الكورونا برضو بينتجوها، سواء كان اعمال يدويه برضو تجاره خدار بنساعد اللاجئين والمجتمع المقيم، بنوفر لهم طرابيز بتاعت خدار وراس مال يبدوا به الشغل ويمشوا به لقدام ويستمر معهم للابد، حتى بندربهم على كيف يديروا مشروعهم الصغير ده. جميل. احنا شاكرين لك كثير جدا الاستاذ عثمان احمد بلال مدير منظمه هوب سودان بالنيل الابيض على هذه المساحه، شكرا جميلا لك. شكرا.